يمين لامال وصفته الصحافه الاسبانيه انه هديه لبرشلونه في قادم المواعيد، وانه الخليفه لخليفه ليونيل ميسي في الملاعب. تشبيه لامين يامال ببدايات ليونيل ميسي، هل ترى تشبيه طبيعي ومنطقي؟ أعتقد أنه من المبكر جدا أن نتحدث عن لامين يامال بهذه المبالغة والتشبيه مع ليونيل ميسي تحديدا. بالطبع هو لاعب يمتلك مستقبل مبهر، وأتمنى أن يستمر على هذا المستوى. هو لاعب يمتلك إمكانات كبيرة وموهبة رائعة، ولكن أعتقد أنه الوضع في برشلونة في هذا الوقت سيحتاج منه الكثير، لأن الفريق في مرحلة تجديد دماء ومرحلة الضم لاعبين، هم لاعبين لا زالوا صغار، ولهذا سيكون هناك ضغوط عليه في برشلونة بعد هذا المستوى الكبير الذي ظهر به مع منتخب إسبانيا. ولكن بشكل عام هو لاعب يمتلك مستقبل مبهر في كرة القدم. زميلت بيب جوارديولا لاعبا في برشلونة، ما رأيك فيما يقدمه بيب جوارديولا كمدرب في هذا المشوار الرائع جدا أوروبيا؟ نعم، تزاملت مع أولا في فريق الرديف ثم مع الفريق الأول ومع منتخب إسبانيا أيضا. هو لاعب، هو شخص استثنائي بشكل عام، سواء كلاعب كان تفكيره يسبق قدراته في الملعب، وكان كنت أعتقد أنه سيكون مدرب كبير، لأنه كان لاعب بعقلية مدرب داخل الملعب. أتذكر أنني كنت في عام في فريق أوبيدو، وهو بعد المباراة دخل إلى غرفة الملابس وإلى مدربنا، لأنه كان معجب جدا بطريقة لعب مدربنا. والأمر كان غريبا أن ترى لاعب من الفريق المنافس يتحدث عن الأمور الفنية والأمور التكتيكية وهو لا يزال لاعب.